بالنسبة لصباغة البكتيريا، صباغة البكتيريا كما ذكرنا سابقا تعتمد على فكرة أن البكتيريا هي نيجاتيفلي تشارج. البعض حيقول لي طب يعني هي مش معقول ما فيش فيها بوزيتيف تشارج موليكيول، لا فيها بوزيتيف وفيها نيجاتيف، لكن النت تشارج للخلية هو نيجاتيف تشارج. وعشان نصبغها يمكن صباغتها فقط ببيزك دايز اللي هي موجبات الشحنة، سالب مع موجب بيرتبطوا مع بعض. لكن إذا أردنا صباغة المحيط تبع البكتيريا وليس البكتيريا، يمكن استخدام اللي هو الأسيدك داي زي في حالة بنسميها النيجاتيف ستينينج. والستينز بشكل عام بنصنفها إلى سيمبل ستين، إلى ديفرنشال ستين، وإلى سبيشال ستين. السيمبل ستين اللي بنستخدم فيه فقط نوع واحد من الصبغات، مثلا بنستخدم الميثيلين بلو للبكتيريا وبيصبغ البكتيريا باللون الأزرق، بنستخدم الكريستال فايلت وبيصبغ البكتيريا باللون الفايلت، نصبغه بالكربولفوكسين أو بالسفرانين وبيصبغ البكتيريا باللون الأحمر. وإله فوائد الحقيقة، إنه على الأقل بيعطينا يعني فرصة إن نشوف إذا كان في بكتيريا أو ما فيش بكتيريا، وإيش شكل البكتيريا، هل هي باسيلاي ولا كوكساي ولا سبايرال. هذا أحد مزايا، لكن استخداماته أقل من استخدامات الديفرنشال اللي زي الجرام ستين اللي حنتناوله في محاضرة مختلفة. أيضا هناك صبغة اسمها أسيد فاست ستين، وهي تستخدم لبعض أنواع من البكتيريا تعرف باسم مايكوبكتيريوم أو مايكوبكتيريا، وهذه البكتيريا يصعب صباغتها بالجرام ستين نتيجة وجود كمية كبيرة من الواكسي ليبيدز أو الدهون الشمعية اللي تعرف بالمايكوليك أسيد. إذن سيمبل ستين، ديفرنشال ستين، وسبيشال ستين. من السبيشال ستين من الاسم إنها تصبغ تراكيب خاصة، مثلا فلاجيلر ستين، سبور ستين، كبسول ستين، اللي بعض الأحيان يطلق عليه الكبسول ستين الأخير هذا بيسموه نيجاتيف ستين، لأنه واقع الأمر أنا ما بصبغ الكبسول وإنما بصبغ المحيط تبعها، فتبدو أو تظهر لي بشكل شفاف لكن على خلفية ملونة، فبنسميه نيجاتيف ستين.